أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 11 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 1939 إصابة، بالإضافة إلى 146 وفاة. وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن رفض أهالي في قرية بالدقهلية دفن جثمان طبيبة توفيت بالفيروس. وقالت الوزارة إنه تم القبض على 23 شخصا منهم، واعتبرت الواقعة استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها لجان إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان، على حد قول البيان. نشاهد جانبا من أحداث اليوم. البلد كلها جرت عليه. صح كده؟ يا ايوه، ابني هي فاطمه، هو كان من اولها. صح كده؟ والله لا، صور فيديو. كلهم متخلفين، شو كله جري اهو. بيضربوا فين؟ وينضم إلينا من باريس طاهر مختار، العضو السابق بنقابة الأطباء المصرية. أهلا بك معايا دكتور طاهر. وخليني أسألك، يعني خلينا نبدأ من المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي على الشاشة، وهو من قرية شبرا الباهو في محافظة الدقهلية زي ما احنا ما قلنا، وكان يعني عدد كبير منهم متجمع عشان يمنعوا دفن جثة أحد ضحايا مرض كورونا. خلينا نسأل السؤال اللي بيطرح نفسه فعلا الأهم دلوقتي بالنسبة لكل الناس، هل الجثة للضحايا اللي توفوا بكورونا ممكن تكون لسه ناقلة للمرض؟ وهل في بروتوكول مفروض بيتعمل سواء في العالم أو في مصر بتعتمدوه لدفن ضحايا هذا الفيروس؟ أهلا يا سلمى. في الحقيقة اللي حصل النهاردة من أحداث هي أحداث مؤسفة، ولكن أنا شايف إن سؤال حضرتك هو غاية في الأهمية، لأنه هو بيطرح دور التوعية بشأن الفيروس والجزء الخاص بحالات الوفاة والتعامل معها. في الحقيقة إن البروتوكولات الخاصة بالوفاة بفيروس الكورونا بتركز حوالين إن اللي هي الوقت بعد الوفاة مباشرة، عملية التغسيل، التكفين، ده كله هو ده الوقت اللي بيكون فيه خطورة لنقل العدوى، هو ده الوقت اللي يجب التركيز عليه. في بعض الدول مثلا زي فرنسا بتقال حتى ان مفيش في المرحله دي اللي هو الغسل، بعيدا عن المفهوم الديني اللي هو المفهوم الطبي او الصحي، يعني مفيش الغسل بعد الوفاه، بيتم وضع المتوفي في كيس مباشره بدون لمسه، مع اجراءات وقايه شديده الاحتراف مع كامله، ولكن بمجرد انه اتحط جوه الكيس ويتم تاهيله للدفن خلاص ما عادش معدي. هو الفكره اللي هو كانه سطح داخلي، والسطح خلاص اتغلف بالكيس. ففي الحقيقه ان مفيش عدوى ومفيش خطوره من الدفن وسط المقابر العاديه، بالعكس التجمع ذلك موجود النهارده بيشكل خطوره اكبر، يعني هو اللي بيشكل خطوره حقيقيه على الناس. ولكن بمجرد ان الضحيه تم التعامل معها بجديه بعد الوفاه مباشره، وتم تغليفه بكيس وتم وضعه في المقبره، خلاص ما عادش فيه خوف من العدوى منه يعني. ودكتور طاهر، مصر ملتزمة وأعلنت قبل كده البروتوكول ده وملتزمة بتنفيذه، مظبوط؟ مظبوط مظبوط. يعني لو كان عندي تساؤل هو حوالين عمليه التخسين نفسها بتتم ازاي، هي ضروريه ولا لا، انا مش بتطرق للراي الفقهي او الشرعي، ولكن بتكلم من الناحيه الطبيه. في بعض الدول بتتجنب حتى المرحله ديت، لان دي مرحله ممكن تنقل العدوى للشخص اللي بيتعامل مع الجثه وقتها.
ولكن بمجرد ان الجثه خلاص اتغلفت واتحطت في يعني في الكيس او كده وهتتدفن، خلاص ما عادش في اي خطوره. يعني خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين، وجود جثة الضحايا موجودة في مدفن موجود في قرية، ده لا يمثل أي خطورة من أي ولا اي نوع خطوره لأي ولا حد اي موجود في خطر قرية. ولا اي نسبه خطوره ابدا. يعني المعلومه معلومه خاطئه، واعتقد ان الناس صرفت النهارده عن جهل. لو كان عندهم المعلومه السليمه او تم التوعيه السليمه ان ده ما فيش اي خطوره اطلاقا، يعني حقيقي ما فيش يعني 0% خطوره، هو ده الناس لازم تعرفه. في حين ان تجمع زي اللي حصل هو ده اللي يخوف حقيقي، يعني بعيدا يعني عن الاجراءات الامنيه، بعيدا عن اللي حصل، بعيدا عن الوضع المؤسف بالنسبه للطبيبه، يعني يتم التعامل كده مع القصه بتاعتها. ولكن يعني حتى خوفا على الاهالي نفسهم، التجمع النهارده هو اللي بيمثل خطر حقيقي عليهم، هو اللي مؤسف حقيقي. يعني طيب دكتور طاهر ابقى معي، تنضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الصحفية بسمة مصطفى. أهلا بك معايا بسمة، وخلينا نتكلم عن تحقيق صحفي أنت اشتغلتي عليه في قرية الهياتم اللي خرجت بمظاهرات رافضة للحجر الصحي. ممكن تحكي لنا إيه أسباب خروجهم في المظاهرات وكان إيه وضعهم وقتها؟ الأول مساء الخير. مساء النور يا بسمة. بالنسبة لقرية الهياتم، هي القصة بدأت بإصابة أحد العاملين في مطعم بيتزا هات في طنطا، محافظة طنطا. هو من قرية الهياتم، فلما رجع القرية بدأ يحس بأعراض كحة وسخونية، فقرر إنه يعزل نفسه شوية. بعد كده راح يكشف لما الأعراض تطورت، فتم عزله واتعمل له تحاليل وطلعت تحاليل إيجابية. وقتها تم الكشف على المخالطين دي من أسرته، فاكتشفوا 8 إصابات في نفس الأسرة الواحدة، من ضمنهم الأب والأم. والأب بالمناسبة توفى من أيام، من كام يوم تقريبا. بس لا يرحمه. بعدها طلع قرار بأنه القرية هتخضع للحجر والعزل الذاتي لمدة 14 يوم، لا حد هيخرج ولا حد هيدخل. وتم بالفعل غلق مداخل ومخارج القرية. اللي حصل يوم المظاهرات انه تم يعني في يوم في عربيات بتحمل لافتة تحيا مصر ولافتة حزب مستقبل الوطن، نزلوا يوزعوا كراتين غذائية على الناس. الأهالي قالت لي إنه تم توزيع الحاجات دي بشكل غير آدمي، إن الكراتين كانت بتتحدف وكان في تزاحم، وإن بعض الناس اللي كانوا واقفين خدوا الموضوع على كرامتهم وعلى كرامة القرية، فعشان كده طلعوا في مظاهرات رافضين إن هم ياخدوا إعانات. وحتى كانت المظاهرات الهتافات اللي كانوا بيقولوها احنا مش عايزين كرتونة، الهيئات ما فيهاش كورونا. ولما اتكلمت مع كذا حد من الأهالي قال لي معلومة إن القرية أصلا فيها حوالي 70,000 بني آدم، اللي طلعوا تقريبا عشرات وتم احتواء الموقف. وكانوا بيتكلموا في فكرة إنه الدولة لو عايزة توجه دعم أو إعانات لأهالي القرية كان يفترض يتم بطريقة إنسانية أكتر من كده، زي إن هم يلفوا على البيوت مثلا، يسيبوا لهم الكراتين قدام الباب منعا حتى للتجمع ومنعا لجرح مشاعر أهالي القرية يعني. وده اللي أهالي القرية بيعملوه مع بعض. من اللحظة الأولى كان أهالي القرية بتاعة الهياتم عندهم حالة كبيرة جدا من الوعي، من أول اكتشاف أول إصابة، وهم كانوا بيطهروا الشوارع وبيرصوا الشوارع على منالهم الخاص، وكانوا بيلفوا بميكروفونات يطلبوا من الناس إن هي ما تنزلش من بيتها، وإن هي تمنع الاختلاط، وإن هم لازم يتبعوا إجراءات وزارة الصحة من التعقيم والتطهير. ولما حصل قرار العزل، عزل القرية نفسها، كان في بقى حالة من التكافل، إن الأهالي بيلموا من بعضهم معلومات غذائية من الأسر المقتدرة وبيتم توزيعها على الأسر اللي متضررة، اللي أغلبهم بيشتغلوا في عمالة خارج القرية، مضطرين إن هم يخرجوا علشان يشتغلوا. وكانوا بيتكلموا ان هم لما بيوزعوا الكراتين الغذائيه دي بيوزعوها بالليل. كانوا مرتبين مع قوات الامن اللي هناك ان في لجنه
مسؤولة عن توزيع الإعلانات دي، هتتحرك بعد ميعاد حظر التكوين تسيب الكراتين قدام بيوت الأهالي اللي محتاجة. محتاجين. طيب فده بسمة، كده إجماليا اللي حصل في القرية. هل بتربطي ما بين اللي حصل ما بين قرية الهياتم وما بين المشهد اللي شفناه النهاردة في قرية في الدقهلية؟ هو انا مش يعني مش قادره اربط قوي، لانه الناس اللي انا اتعاملت يعني الحاله بتاعت قريه الهياتم كان فيها حاله كبيره من الوعي تجاه كورونا وتبعات كورونا وتعاملهم حتى مع الحالات المصابه، وبالنسبه للشخص اللي لسه متوفي من كام يوم اتدفن عادي في مدفن اسرته في القريه وفي كل حاجه ما حصلش فيها المشاكل اللي شفناها النهارده. اللي حصل النهارده يعني هو بيرجع لقله وعي الناس، وان المعلومات ما فيش معلومات كافيه عن موضوع ان الحالات الوفاه، يعني هل الجثه هل بتنقل الفيروس ولا لا، ازاي بيتم الغسل، ازاي بيتم الدفن. والموضوع بيشمل بقى اشاعات تانيه انه ده في الصحه اللي بيموت ما بيصلوش عليه، مش بيغسلوه، مش بيكفنوه. فالموضوع كله مرتبط بوعي الناس والمعلومة اللي بتوصل لهم. طيب بسمة، من شغلك على الموضوع سواء في قرية الهياتم أو في غيرها، يعني أنت شايفة حالات الخوف من الوصم، إزاي الدولة المفروض إن هي تتعامل معاها في الفترة الحالية؟ وإيه الخطاب اللي ممكن تقوله للناس؟ يعني حتى في أبسط الحاجات زي ما أنت ما بتقولي في موضوع خوفهم وغياب المعلومة، طب إحنا عندنا مشكلة أخرى إن الناس اللي بتتوصم. انا عايزه اقول لك حاجه كمان، انه الخوف من الوصم مش في الكوره بس، الحقيقه احنا عندنا هنا في المدن في خوف من الوصم. انا كنت بحاول اشتغل على موضوع له علاقه بالوصم، وكنت وصلت المتعافين بالفعل من اهالي المدينه، واغلبهم كانوا رافضين يتكلموا علشان خايفين ان هم يتوصموا او يفقدوا وظايفهم او الناس ما تتعاملش معاهم. والوحيد اللي انا قدرت اقنعها انها تتكلم كانت ممرضه بتشتغل في مستشفى حميات امبابه، ودخلت هي وبنتها العزل في الإسماعيلية، ولما رجعوا اتفاجئت بجيرانها بيحاولوا يطردوها وشتموها وقالوا لها انت وباء ولازم تمشي من هنا وانتوا هتجيبوا لنا المرض. وكانت الست دي لسه مأجرة شقتها من شهر، صاحب الشقة يعني راح خبط عليها أول يوم وطلب منها ان هي تسيب الشقة. فالخوف من الوصم طايل الناس اللي عايشة في المدينة وطايل الناس اللي عايشة في القرى. ودور الدولة في الموضوع ده إن هي تعمل حملات توعية مكثفة جدا عن فكرة إن المرض مش وصف، المرض ممكن يصيب أي حد، إحنا مش مسؤولين عن إن إحنا نتعب، وإن ده منتشر في كل دول العالم مش عندنا بس، وإن هو مش حاجة أخلاقية إحنا نخاف منها أو نتكسف إن إحنا نقولها. المفترض يبقى في حملات توعية أكتر على التلفزيون علشان توصل، يعني مثلا أهالي القرى بيتلقوا معلوماتهم منين؟ يعني هم اعتقد برضو مش متوفر لهم مدى يعني كافه المعلومات عن موضوع كورونا وعن شكل العدوى بيتم ازاي. فالمفترض يبقى في حملات توعيه على التلفزيون، البرامج التوك شو المفترض تتكلم اكتر كمان عن الموضوع ده. يعني هي الدوله المفترض الفتره دي تعمل حملات توعيه كبيره، يستغلوا مثلا يعني الازهر النهارده كان له موقف مشرف في البيان اللي هو اللي اصدروه بعد الواقعه. فالمفترض كمان ان الحكومه يكون ليها نفس الدور، الوحدات الصحيه اللي موجوده في القرى لما بتنزل توعي الناس عن الاجراءات الوقائيه المفترض ان هي كمان تتكلم معاهم في ان اللي بيموت ما بيبقاش حامل للعدوى، وانه بيتغسل وبيتدفن وبيتكفن وانه بيتصلى عليه، ويعني كل المعلومات الخاطئه بحالة الوفاة لازم تتصحح. يعني بنشكرك، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف الصحفية بسمة مصطفى. وعودة مرة أخرى دكتور طاهر، وخلينا نسأل سؤال طبي. يعني في بداية ظهور مرض كورونا كان الكلام كله على العرضة الأكثر خطورة، واللي هم لازم يلتزموا البيوت، وحتى في لندن قالوا أنهم لازم يلتزموا البيوت على الأقل 3 شهور، كانوا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. بعد شوية ابتدينا نسمع عن أشخاص سنهم صغير وصحتهم كويسة ورياضيين وبيأكلوا كويس وكل حاجة، وابتدى المرض يصيبهم بشكل شديد جدا جدا ويحتاج ان هم يدخلوا المستشفى، وبعضهم للأسف فقدناه وتوفى. يعني هل الفيروس بيطور نفسه؟ هل بيزداد قوة؟ هل احنا ابتدينا نرصد حالات اكتر؟ يعني ايه الموقف تحديدا؟
هو في الحقيقة إن من بداية ظهور المرض والكلام زي ما حضرتك قلتي إن هو الخطورة والمضاعفات بتحصل أكتر مع كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة من اللي سنهم أصغر. ففي الحقيقة إن في احتماليتين، في احتمالية اللي هو بتاعت إن الناس صغار السن اللي حصل لهم مضاعفات وتوفوا هل هم أصلاً عندهم استعدادات للمضاعفات بسبب أمراض مزمنة؟ زي امراض القلب او امراض الجهاز التنفسي او امراض السكر او السمنه، دي كلها عوامل حتى مع صغار السن ممكن تؤدي الى الوفاه. ممكن واحد يكون رياضي وعنده مرض من الامراض دي بعيدا عن السمنه طبعا، ويكون هو ما فده ما يعرفش يقدرش يعني يا برضه دكتور طاهر؟ يستبعد. لا، او ممكن يعرف بس حياته ماشيه، بس دي زي ما بنقول اللي هو الحاجه القشه التي يعني بتيجي وبتخلص يعني عليه، بيكون هو عرضه اكتر وجسمه اضعف لما يحصل معاه فيروس زي ده احتمال. في نظريه تانية حاليا ولكن لسه الموضوع في طور الابحاث، بتكلم ان في من الفيروس اكتر من ميوتيشن، يعني في منه انواع مختلفه، وفي احتمال ان في بعض الدول مصابه بانواع عن الاخرى، يعني اتقال ان في A وB وC، وفي بعض الدول في واحد بيكون غالب وفي دول تانية في نوع تاني من الفيروس غالب على حسب الانتشار. ديت لسه في اطار النظريات ومش هنقدر نحكم بيها اكتر، ولكن اللي هنقدر نقوله ونركز عليه ان لغايه دلوقتي نسب الوفيات الاكبر اللي هي بتوصل لحوالي 5 ل 10% مع الناس اللي عندهم فوق ال 70 سنه. من ال 50 لل 70 بيتكلموا في نسب وفاه حوالي 3%. من ال 20 الى ال 50 نسب الوفاه تقريبا حوالي من 1 ل 2%. فما نقدرش نقول ان مفيش نسب وفاه، ولكن هي اصغر بالنسبه، اصغر بكتير من كبار السن. وطبعا كل ما اعداد المصابين هتزيد كل ما هنشوف النسب دي بيتم ترجمتها لارقام اكتر، يعني لما بنتكلم 1% في 1000 مصاب غير 1% في 100000 او في مليون مصاب. فعشان كده هنبدا نشوف يعني مع الوقت لو الفيروس استمر، حتى لو الفيروس بنفس الخطورة بدون يحصل له ميوتيشن، هنشوف وفيات في صغار السن من اللي عندهم أمراض مزمنة أو استعدادات جينية أو أخرى يعني. طيب دكتور طاهر، يعني على ذكرك على ان الفترة الجاية هنشوف حاجات اكتر متعلقة بالفيروس، هل برضو اقتربنا من ان احنا نشوف علاج للفيروس؟ هل اقتربنا قد ايه، اقتربنا من الوصول لمصل للفيروس؟ ايه اخر الدراسات على الموضوع ده؟ في الحقيقة إن الأبحاث شغالة على قدم وساق، في أكتر من علاج قديم كانوا بيستخدموا الأمراض مختلفة بيتم الآن تجربتهم وقد إيه هم فعالين مع المرض وإزاي إن أعراضهم الجانبية بيتم تحملها ولا لأ. في اللي هو الأدوية بتاعة الملاريا اللي بيتم استخدامها مع أحد المضادات الحيوية بدون ذكر أسماء عشان حصل شوية مشاكل الفترة اللي فاتت، وفي أهالي وفي ناس اتجهت لتجميع الأدوية وهو محرم ناس تانيين من ان هم ياخدوها يعني وكده وهم مستحقين ليها. في دواء تاني كان هو مضاد للفيروسات، كان بيشتغل على فيروس الانفلونزا، حاليا اليابان شغال عليه بتعمل ابحاث عليه بالاشتراك مع بعض الدول الاخرى منها الولايات المتحده الامريكيه. وفي تصريح طلع من هيئه الادويه والغذاء في امريكا باستخدام الدواء ده في هيئه ابحاث في الفتره الحاليه. متوقع في خلال شهر تقريبا ممكن نبدا نشوف نتائج الابحاث ديت، وممكن ما يدي امل اكتر في علاج الحالات. فيما يخص المصل مش متوقع نلاقيه قبل 6 شهور على الاقل. طبعا العلاج هو لعلاج الحالات اللي خدت المرض. المصل ممكن يفيد اكتر كمان في الوقايه زي مصل الانفلونزا اللي بيتاخد في الخريف كل سنه عشان يمنع ان الناس تاخد الانفلونزا. ده طبعا لو اتوصل ان في مصل الكورونا في خلال 6 شهور، ده هيكون انجاز كبير جدا يعني ويكون طريقه للوقايه. ولكن حتى ذلك الشغل اكتر على او الامل الاقرب هو ان في ادويه تساعد الحالات ان ما يحصلهاش مضاعفات او في حاله مضاعفات زياده نسب الوفاه. بنشكرك، كنت معنا من باريس دكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية سابقا، شرفتنا يا دكتور طاهر. عفوا، الشرف لي. وينضم إلينا من القاهرة الأستاذ علي رجال، باحث في علم الاجتماع السياسي. أهلا بك معايا يا علي، وخلينا نتكلم على المشهد اللي احنا شفناه النهاردة في أحد قرى محافظة الدقهلية. والمشهد زي ما احنا متذكرين هو تجمع بعض أهالي قرية لرفض دفن دكتورة متوفاة ضحية لفيروس كورونا. يعني
هل المشهد ده كله انت ليك تفسير ليه؟ هل التفسير ممكن يكون فعلا الجهل ومع شوية مجهود في التوعية؟ الو، يا فندم. ايوه خليني ابتدي، انت ما كنتش سامعني يا علي، خليني ابتدي من الاول. لا انا كنت على سكايب الحقيقة. طيب خليني هسألك من السؤال من البداية، احنا بنتكلم على المشهد اللي احنا شفناه في شبرا البهو النهاردة واحد قرى محافظة الدقهلية، اكيد انت شفت المشهد وهو تجمع بعض اهالي القرية لرفض دفن احد ضحايا فيروس كورونا. ايه تفسيرك بالضبط. للمشهد ده؟ وهل المشهد ده فعلا محتاج شوية توعية ان الناس تعرف ان المرض، ان المتوفين ما بينقلوش العدوى والى اخره، ولا موضوع اعقد من كده كمان؟ والله أنا أعتقد هو المشهد ده محتاج 3 إجراءات يكونوا يتسموا بالحزم جدا. أولا توضيح من قبل الدولة بشكل واضح مع حملات توعية في المناطق الريفية وفي المدن كمان، على أساس الناس تفهم، لأن هو موضوع غريب علينا كلنا الحقيقة. إحنا مفيش حد فينا من الناس غير المتخصصين، هم اللي عارفوا، حتى المتخصصين يعني مش كلهم كمان يعرفوا هو إيه موضوع الكورونا والميتين والدفن والكلام ده كله. دي نقطة غامضة، فده أولا المفروض إن هو يحصل بشكل حازم بشكل مكثف، ولازم كمان المجتمع المدني يبقى فيه ليه فيه دور في كل إدارة الأزمة بتاعت كورونا بشكل عام. ده أولا. ثانيا طبعا لازم يبقى فيه حزم في تنفيذ الإجراءات اللي زي دي، وتبقى الحكومة قادرة تطمن الناس وتبقى متواجدة. يعني تبقى متواجده وتبقى بتطمن الناس وتفهمهم يا جماعه ده ما فيهوش خطوره كذا كذا كذا، والميكروبات كذا كذا كذا، واحنا موجودين اهو والصحه موجوده، ويدفن الميت بشكل لائق وخلاص، واهله يودعوه في اعداد بسيطه جدا وتنتهي الازمه. ثالث نقطه طبعا، وده اللي ممكن الدوله تحتاجه مع الاسف، هو التدخل الخشن او التدخل اللي هيبقى فيه طبيعه قمعيه. لان هو مش كل الناس، حتى لو الدوله عملت كل الاجراءات بشكل مثالي، اكيد مش كل الناس هتحتاجيه. بس الخطوه الثالثه دي المفروض تبقى اخر حاجه. ما ينفعش الدوله تتورط فيها بشكل سريع. انا طبعا ما بتكلمش على الحادث بتاع النهارده تحديدا. انا بتكلم على ازاي نتجنب حادث شبه النهارده. لان ده الحقيقه اتكرر 3 مرات دلوقتي او 4 لحد الان. طيب علي، اعتقد اتكرر في مره بشكل كبير جدا في كسر الدوار. طب علي خليني أسألك، يعني احنا كان معانا الصحفية بسمة وكانت بتكلمنا عن قرية الهياتم مثلا على سبيل المثال، والحقيقة هي مش القرية دي فقط، هو في أماكن كثيرة في العالم بنشوف في تكاتف إنساني كبير، بنشوف في دعم كبير للمجتمع وبعضه، جيران لبعضها، وإن هم كلهم واقفين جنب بعض، وبنشوف مشاهد أخرى فيها عنف وفيها برضه رفض لدفن المتوفين مش في مصر فقط، في دول أخرى كمان. هل ايه الفرق؟ ايه اللي بيخلي مجتمع يتفاعل مع ازمه كبيره زي وباء عالمي بهذا الشكل؟ ايه اللي بيفرق ما بين مجتمع ومجتمع؟ ايه اللي بيفرق ما بين وقت واخر؟ الحياة الفهمة دي مثلا ما تقدريش تحكميها بشكل مطلق، بمعنى ان اي ازمه كبيره، بالاخص دي كمان ازمه عالميه، سوارات، كوارث، زلازل، ايا يكون، اوبئه، بتطلع افضل ما في الناس وبتطلع اسوأ ما فيهم. وكمان دي هزمه كمان مخيفه جدا لانها بتمس الوجود بشكل مباشر، فممكن طبعا تطلع نوازع شديده الانحطاط. فالعوامل كتيره جدا اللي ممكن تدخل في عمليه زي دي، فتحدد من مكان لاخر ليه الناس هنا تفاعلوا بشكل جيد وشكل لائق وشكل انساني، وفي اماكن تانية تفاعلوا بشكل منحط. وطبعا كمان برضو علشان ما نوصلش الناس، ودي مشكله كبيره ممكن تحصل، هو ان لازم يحصل فعلا تكثيف لدور المجتمع المدني والدوله. لو يا جماعه الوضع يعني على سبيل المثال، عشان مساله زي غلق المحلات، ما دي مساله مست حياه الناس جدا واكلهم وشربهم. طبعا هو طلع قرار سيادي من الدوله واضح ان ما فيش محلات هتتقفل، والبوليس كان بيمشي في الشوارع بالميكروفونات يا جماعه لو سمحت اقفلوا المحلات. بس كمان الموضوع مش بس ان هو قرار سيادي او ارشاد للقانون باي ثمن، انما الحقيقه الدوله كانت عملت دور ايجابي. يعني الراجل رئيس الوزراء طلع كلمنا بشكل واضح بشكل ممنهج، احنا هنعمل كذا وكذا والاجراءات كذا تسامح كذا، ففي هنا خطاب واضح بيوصل لعموم الجمهور. تمام، فاكبر قدر ممكن من الخطاب واضح ومصلحتهم هيستجيب. هنا في هامش طبعا تاني، وهنا هيرجع تاني دور فرض القانون بشكل في لجوء للقمع. بس تاني النقطة هو ازاي ما يتحولش او نتوانى الدولة، يعني الدولة
لان دي نسبه كبيره فعلا. دوله فعلا مش محتاجه توظف نفسها في قمع مباشر كذا مره ورا بعض. وهنا ده مش مساله حقيقه، هنا كمان مساله تقلب المرحله، ان احنا في الاساس مش ده نقد موجه مباشره للدوله، انما كانت بتحاولي تقولي لهذا الجهاز ان والله يا جماعه خدوا بالكم لان الموضوع خطير، فكان هنا الحقيقه بتدعميهم، المساله هنا مش مجرد نقد والدوله قمعيه لا، هو دلوقتي دي مصيبه على الكل. وصلت الفكره يا علي. حجم في الاجراءات بس، وخدي بالك كمان ان التاريخ بتاع الدوله المصريه في تعاملها مع الاوبئه في الارياف تاريخ سيء برضه، تاريخ ايجابي بالمناسبه من ناحيه معينه، انما كمان كان ليه جوانب بالغه السوء يعني، فده كمان موجود في الذكاء الجماعي، بس طبعا ما هوش مسيطر، انا يعني ضد الناس اللي بتقول ان هو لسه مسيطر، انما موجود، فانت كمان لازم تعرف تتعاملي معاه. والحقيقه تاني الدوله لما بتتكلم بجديه وبشكل واضح وبتبذل مجهود، جزء كبير من العبء بتاع القمع اللي بيتزامن عليها، ما هو ده الدوله مش ماشيه تقفل المحلات. بيحصل بس في اماكن محدوده بمستوى من القمع اقل، احتكاك مع المواطنين اقل. خد بالك كان هو وصلت الفكره يا علي، بنشكرك. مرحله الاحتكاك من الاساس. شكرا لك يا علي، كنت معنا من القاهره علي الرجال الباحث في علم الاجتماع السياسي، شرفتني يا علي. والان الى